يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 36، صغرى فيها 26، الإسكندرية 33، 24، مطروح 30، 23، بورسعيد 33، 27، الإسماعيلية 37، 25، أما محافظة السويس العظمى فيها 36، صغرى فيها 26، العريش 33، 24، طابة 36، 28، شرم الشيخ 40، 29، الغردقة 40، 30، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 45، صغرى فيها 29، أسوان 45، 31، الوادي الجديد 43، 29، حلايب 36، 31، وأخيرا شلاتين 41 هي العظمى، أما الصغرى 32. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.